السلام عليكم دفعة روح في تكملة من سلسلة شروحات الأناتومي الرائعة اللي هي كانت اللي عملناكم إياها بداية الفصل، وبلشنا باستماعات معكم محاضرة محاضرة، وانتو شفتوا يعني الشروحات وشفتوا قديش هي كانت مفيدة وقديش استفدتوا فترة المن. فبنكمل معكم بمادة الفاينل، وراح نبلش بأول سيستم واللي هو سيستم النيرفس سيستم. أنا بلقيس أبو عواد، وراح نبلش بمحاضرة 8 بارت 1 اللي هي بعنوان basics of nervous system. طيب أول إشي بدنا نحكي عن النيرفس سيستم بشكل عام، من إيش بتكون. النيرفس سيستم أول شيء عبارة عن جزئين، بقسم لجزئين زي ما أنتوا شايفين هون في الصورة، اللي هو بتكون من جزء اللي هو central nervous system، والجزء الثاني اللي هو peripheral nervous system اللي هو المركزي والطرفي. طيب المركزي ما أنتوا شايفين باللون الوردي اللي هو بتكون من brain، دماغ، والspinal cord اللي هو الحب الشوكي. أما peripheral عبارة عن أي الأعصاب الثانية الموجودة في الجسم، الكرينيال نيرفز اللي بنسميها، اللي هاي المنطقة، هذول الكرينيال نيرفز أو السباينال نيرفز اللي طلعت من السباينال كورد، أو السنسوري أورجنز زي الأعضاء الحسية زي الأيز النوز التونج الإيرز أند سكين، هذول عبارة عن البريفيرال نيرفز سيستم. طيب نحكي هسا عن أنواع الخلايا الموجودة بالنيرفز سيستم. في عنا نوعين من الخلايا، أول هو النوع اللي هو النيوروغليا، والنوع الثاني اللي هو نيورونز. أول نوع اللي هو النيوروغليا، والنوع الثاني هو نيورونز. إيش هو النيوروغليا؟ اللي هي نعتبرهم الجليال سيل، اللي هم اسم ثاني جليال سيل أو نيوروغليا نسميهم هيك. هم عبارة عن supporting cells، عبارة عن خلايا داعمة. خلايا داعمة لمين؟ للنيورونز اللي هسا رح نحكي عنهم، اللي من النيرفس النيرفس الأعصاب. النيوروغليا موجودين فقط بالسنترال نيرفس سيستم، بس موجودين بالسي ان اس. تمام، لازم هاي نميزها. وكيف انا بميز انه هاي جليل سيل او نيورون او نيرف سيل، اللي بالعاده بتكون حجمها كثير اصغر، ومو بس موجودين بكميه كثير اكبر، واخذتوا هاي المعلومه بالتوجيه على ما اذكر. النيورونز اللي هي عبارة عن نيرف سيل، اللي هي عبارة عن الأساس، اليونت الأساسية في النيرفس سيستم. شوفوا هون بالصورة، هدول الأشياء الكبيرة عبارة عن نيورونز أو النيرف سيلز، والنقط هدول الصغيرة عبارة عن سبورتينج سيلز اللي هم الجليال سيلز. طيب هسا أنا إيش الإشي اللي بيميز النيورون عن أي خلية موجودة بالجسم؟ في إلها أكثر من صفة مميزة. هاي الصورة شفتوها كثير وأنت بتوجيهي. أوكي، بدي أشرح عليها نوعا ما حتى إنه نعرف features ونضلها محفورة بذاكرتنا وحافظينها. أول إشي تمام، بالنيورونز السيتوبلازم الموجود بالنيورون ايش اسمه بريكاريون عباره عن السيتوبلازم. تمام، انا السيتوبلازم ما بحكي له سيتوبلازم، بحكي له بريكاريون. تمام، البريكاريون زي اي سيتوبلازم في الدنيا بيحتوي على الاورجانيلز زي مثلا الميتوكوندريا، الجولجي اباراتس، الاندوبلازميك ريتيكولم وإلى آخره. طيب كمان حكينا معلومة ثانية، إنه في عنا إشي اسمه النيزل جرانيولز، زي ما شايفين لونهم أحمر النقط الحمراء في الرسمة. هدول النيزل جرانيولز هم بيحتووا على رف إندوبلازميك ريتيكولم. تمام يعني رف إندوبلازميك ريتيكولم اللي بتكون له الام ار ان اي، وين موجودين؟ موجودين بإشي اسمه نيزل جرانيولز. طيب وإيش وظيفة النيزل جرانيولز وغير إنه بتصنع الـ mRNA؟ هي المسؤولة عن تصنيع النيورو ترانسميترز السيالات العصبية. تمام، ف
فلما نحكي احنا عن نيزل جرانيولز هي عبارة عن يعني فيتشر كثير مميزة موجودة بس بالنيورونز، تمام؟ فاللي بيميز كثير يعني اشي مميز اللي هو النيزل جرانيولز وموجودين بالنيورونز. طيب الميزة الثانية انه النيوكليوس، النيوكليوس موجودة انه بشكل كبير، بشكل كبير، وغير انه احنا مثلا كثير سهل نلاحظ اكثر من الخلايا الثانية تحت الميكروسكوب، فبتبين بشكل كثير اوضح. ليش؟ لانها اكبر نيوكليوس. والنيوكليولوس بالعادة تحت الميكروسكوب النيوكليولوس اللي هي النوية ما بتبين بالعادة جوا تحت الميكروسكوب، يعني كثير صعب اني الاحظها. اما بالخلايا العصبية النيورونز سهل اني بتبين اوضح. هاي تشوفون زي ما انت شايفين بالرسمة، هاي النيوكليولوس وهذه النيوكليوس، هيك وضحت، وزي ما انت شايفين ان النيوكليولوس واضحة. طيب في عنا السيل بودي، اوكي نحكي عن ميزة السيل بودي. السيل بودي في حالة النيورونز في له اسم ثاني اللي هو بنسميه سوما. سوما هو عبارة عن السيل بودي. السيل بودي ايش بيحتوي؟ بيحتوي على سيتوبلازم. ايش سمينا السيتوبلازم؟ البريكاريوم، تمام. هسا زي ما انت شايفين في اشي طالع، كيف تكتب بس تمام. طيب في عنا اشياء طالعة من ال من ال من النيورون نفسه او من السيل بودي نفسه. في عنا نوعين من الاشياء طالعة، في عنا دندرايتس او في عنا اللي هو الاكسون، تمام. يعني دندرايتس يعني أكسون. هسا كيف نميز إنه هذا الإشي طالع دندرايتس أو هذا الإشي طالع أكسون؟ الدندرايتس بالعادة بتكون أقصر ومتفرعة أكثر، هاي البرانش، وهي الميزة بالدندرايتس إنها هي اللي بتستقبل المعلومات من نيورون ثاني، تمام؟ فإيش هو زي اللي بنسميه أفيرنت سيجنالز، بستقبل السيجنالز من نيورون ثاني. طيب يعني الخلية ما بتقدر تستقبل أي نيورو ترانسميتر أو أي إنفورميشن من غير الدندرايتس. طيب إيش هو الأكسون؟ الأكسون بالعادة بيكون سينجل بروسيس، واحد بس طالع، واحد بير نيورون، وهو اللي بيعمل سند للإنفورميشن من النيورون. يعني بيكون اتجاهه هيك طالع من السيل بودي لآخره للسينابتيك نوكل. اوكي اللي هو بنسميه افرنت سيجنالز، بيعمل افرنت يعني اشي طالع، افرنت يعني اشي داخل دنترايز، افرنت الاكسون، افرنت الاكسون بيكون وان واي زي ما حكينا، بيكون من السيل بودي لا او من السوما حكينا اسمها لا نهايتها وان واي، تمام. كيف منا نميز انه هذا الاشي اللي طالع دندرايتس مش أكسون؟ لأنه أحيانا بيكون الدندرايتس أطول بالرسمات، مثلا زي هاي الرسمة زي ما انتم شايفين. كيف دميز إنه هذا اللي طالع دندرايتس مش أكسون؟ أول إشي لازم نعرفه إنه في عنا أكسون هيلوك. إيش هي الأكسون هيلوك؟ هاي المنطقة، ليش مش مبين؟ أكسون هيلوك هاي المنطقة المثلث، الأكسون هيلوك اللي هي منطقة اتصال الأكسون ب السيل بودي او بالسوما، اللي هي بنسميها ايش؟ اكسون هيلوك. اكسون هيلوك ايش ميزتها؟ ما فيها نيزل جرانيولز، شايفين هذول النقط حمر؟ مش موجودين بهاي المنطقه، ما فيها نيزل جرانيولز، تمام. انا بميز انه هاي زي ما انتم شايفينها، هذه هي الاكسون هيلوك، تمام، وما فيها نيزل جرانيولز. هاي بميز انه هاي المنطقه اللي طالعه. اما الدندرايتس، شوف الدندرايتس لا فيها، ما في اشي زي الاكسون هيلوك. طيب وبرضه بيكون الاكسون في فيو برانشز، اقل برانشز من دندرايتس، بس التفرعات بالغالب بتكون باطراف من تحت، وبرضه التفرعات بتكون اقل بالعدد زي ما انتم هون شايفين بالرسمة. طلع
طلعوا، هاي المنطقة فاضية من ال من النيزل بودي، فإذا هي الأكسون هيلك، وهذا اللي طالع هو عبارة عن الأكسون. تمام. أما الأشياء الباقية طلعوا زي ما أنتم شايفين فيها النيزل بوديز فهي عبارة عن دندرايتس. أوكي هسا في هنا كيف to identify neuron in a tissue picture. السلبادي حكينا بتكون من النزل جرانولز، طلع الاشياء المنقطة، فهذا بنعتبره السلبادي. you can see the nucleus and nucleolus clearly زي ما حكينا ان هذا كله اعادة. والسل is much larger than the surrounding cells، شايفين النقط، فهي كثير much larger than surrounding cells اللي هم نسميه نجليا. وبرضه it has long axon which does not contain nasal granules. بس هيك تمام. هسه نكمل عن انواع النيورونز، types of neurons. بالاعتماد هذا التصنيف بالاعتماد على شو؟ بالاعتماد على number of processes going out of the cell body، يعني عدد الأشياء اللي طالعة من cell body للنيورون. في عنا أربع أنواع. تمام. أول نوع اللي هو multi polar neuron، في عنا bipolar وفي عنا pseudo unipolar واليونيبولر. نبلش فيهم واحد واحد. أول إشي multi polar اللي هو بيكون البادي cell body تبع او السومة تبع النيورون طالع منه many processes. تمام. زي هان بالضبط، زي هان بيكون انه طالع منه كثير اشياء multi dendrites وطبعا واحد axon. تمام. البايبولر بيكون مكون على القطبين، بيكون طالع اثنين، يعني كل قطب طالع منه واحد مقابل بعض، اللي هو بيكون واحد اللي هو الأكسون. الأكسون من تحت بيكون فيه عنا البريسينابتيك تيرمينس، وفي عنا الدندرايتس بس بتكون متفرعة من فوق، فبالأساس هو بس طالع من الاثنين، واحد منهم وكل واحد منهم متفرع من الطرف تبعه. السولو يونيبولر ايش هم نميز فيه؟ انه بيكون طالع منه يونيبولر، يعني طالع منه بس اشي واحد بروسيس واحد، وبيكون قصير وبعدين بتفرع لقسمين. تمام. وهذا القسمين بنقسمه لا دندرايتس من فوق والأكسون من تحت. آخر واحد اللي هو اليونيبولر، اللي هو بيكون طالع منه بس one process، وبنقسم بعدين للدندرايتس والأكسون من تحت. تمام. تمام. نروح للأنواع الجليل. حكينا عن أنواع النيورون. تمام. نروح هسه لأنواع الجليل اللي حكينا عنهم إنهم supporting cells وموجودين بأعداد كبيرة وحجمهم أصغر من النيورون، حجمهم كثير أصغر زي ما حكينا بأول محاضرة. تمام. في عنا كمان أربع أنواع من الجليل cells اللي هم الأوليغو دندروسايت، الإبن دايمال cells، والأستروسايت، وآخر واحد اللي هو المايكرو جليل cells. اوكي اول اشي الاوليغودندروسايت. الاوليغودندروسايت ايش الاشي المميز فيها؟ شوفوا على رسمها كيف بيكون منظرها. تمام. الاوليغودندروسايت هاي بتكون طبعا حكينا ان الجليل سيل وين موجودين موجودين بالسنترال نيرفس سيستم زي ما حكينا باول محاضرة. طيب. تمام. الاوليغودندروسايت اللي هي بيكون لها زي اذرع زي ايدين طلعت منها، وبتروح تمسك الاكسون للنيورون. تمام. الجليل سيل اللي هي الاوليغودندروسايت ايش بتروح بتطلع هيك زي ايدين، وبتروح انه شابكه على الاكسون. تمام. طيب فهي زي سبورتنج، بس احنا حكينا ان الجليل سيل هي عباره عن سبورتنج. ايش بتعمل هون؟ كاتبين لنا كمان catch the axon and put an envelope on it، بتكون محيطة فيها زي كأنه غلاف زي envelope. تمام. And give a cover of the axon. هاي هي الأوليغودندروسايت. طيب نروح للخلية الثانية اللي هي الابن دايمال سيل، ما حكاها الدكتور في المحاضرة بس بنحكيها، اللي هي بنحكيها بشكل سريع.
هي بتكون كيبويدل مكعبة الشكل كيبويدل إيثيليوم. وين موجود؟ موجود بالفنتريكلز اوف ذا برين. ايش هم الفنتريكلز؟ هم زي التجويف، التجويف الموجود التجويف المحيط في البرين، هو موجود في البرين. فهي ال epidermal cells بتكون انه زي محاطة فيه، او انه عندي supporting موجودة بهذا الفراغ. بما انه انقطع وانا كنت احكي مع حالي لسه وعم بشرح لحالي، فنعيد او نكمل. نكمل وصلنا عند الاستروسايتس. تمام، حكينا اول اشي عن الاوليغودندروسايت، ولازم نحكي عن الاستروسايت. الاستروسايت ايش اهميتها؟ اهميتها انها hold things together، تربط الاشياء سوا، تربط اكثر من شيء سوا. تمام، ايش هم الاشياء اللي بتربطها سوا؟ اول اشي زي ما هون شايفين بالرسمة، تمام، بتربط اول اشي مثلا الدندرايت of a neuron والمايلين شيث مثلا لنيورون تاني اللي موجودين على اكسون تاني، وبرضه لا some blood vessels، تربطهم هدول الثلاث سوا او keep them in place and support them. وبرضه اهمية الاستيسايز اللي هو في blood brain barrier اللي هي الغلاف الكثير مهم اللي موجود في الدماغ. ايش اهمية الاستيسايز؟ الاستيسايز اللي هي بتتحكم بالبلود فيزلز الموجودين في الدماغ، فانه يعني بتتحكم بدخول، يعني ما مش اي مادة مثلا بتفوت او بتطلع على البرين، لان البرين منطقة كثير حساسة كثير مهمة. فالاستيسايز بتتحكم بالمواد اللي بتفوت واللي بتطلع، تمام، اللي هي المنتقل عن طريق البلود فيزلز. طيب هنا نروح للماكلوليا. الماكلوليا على السريع اللي هي عبارة عن smallest، it has multiple processes، كل process فيه تفرعات كثيرة، extensively divided، and هي عبارة عن phagocyte. ايش يعني اهمية الفاغوسايت؟ ماكلوليا ايش يعني وظيفتها؟ بما انها فاغوسايت هي بتعمل بتتحرك، بتكون هيك ماشية في عند بتكون ماشية هيك، واي اي اشي بتشوفه مش مناسب بتعمل له كلين اب، يعني بتعمل له زي فاجوسايت بالعمل. تمام، هون حاطين لكم شوية اسئلة انه مناسب لحتى تأكدوا على حالكم. اوكي، هسه نروح شوي للستركشر للاكزون، او نحكي عن تصنيف مثلا بعض النيورونز. في عنا نوعين من انواع النيورونز، في عنا مايلينيتد شيت اللي هي بتكون محاطة ب مايلين شيث، وفي من في منها بتكون انه مجرد خالية بنسميها unmyelinated neuron. طيب هسه نحكي عن المايلين، ها كيف بتكون؟ بتكون مبدئيا من خلايا اسمها شوان سيلز، واخدتوها بالتوجيه من قبل. وين موجودة المايلينيتد؟ بالغالب المايلينيتد نيورونز وين موجودة أكثر؟ إيش موجودة؟ بالبريفرال نيرفس سيستم، هاي مهمة. طيب بين كل خلية شوانسل في عنا زي عقدة نسميها اللي هو عقدة رانيفير أو رانيفير نوتس. تمام، هسا نحكي كيف الشوانسلز تلتف لحتى تكون لي المايلين شيث. بلش من نقطة بداية، بعدين بتبلش الخلية تمتد و turn around and around. أنا عاملها بالعكس. anyway بتظلها تلتف لحتى توصل لنقطة النهاية، بتظلها تلتف لحتى توصل نقطة النهاية. وزي ما بتلاحظوا إنه بدل على إنها عبارة عن خلية واحدة، هي نفسها بتلتف، هي النيوكلياس موجود عليها، بنلاحظ عليها. والنيوكلياس هاي كثير مهمة، هسه رح تعرفوا ليش. هون كثير اشي مهم بحكي لنا اياه، انه the sheath is made of several layers. هدول several layers بتكون عبارة عن البلازما بين من الشوانسل قاعد عم بلتف وعم بلتف turn around and around حتى يوصل على ال finish point. طيب هاي المايلين شيث in peripheral nervous system زي ما حكينا من قبل. هون حطي لي مثلا انه تحت الميكروسكوب عشان نشوفها، عشان نشوفها. زي ما انتو شايفين انه هون اكسون عاملين له كروس سكشن بالعرض، تمام، وعم نشوف انه شايفين الطبقات انه قاعد عم بيلتف وبلف.
الشوانس اللي حتى كونت المايلينشيت، وهي زي ما انت شايفين انه هاي في نواة. طيب هون برضو بحكي لي انه كيف نميز انه هاي الخلية مايلينت مايلينيتد او ان مايلينيتد. شوف هون هذول الخليتين جنب بعض، تمام. شوف هذه الرقيقة، تمام، لونها مش اصفر غامق. ايش يعني؟ يعني الشوانسلز ما لفت وعملت لي لايرز، فاذا ايش هاي؟ ان مايلينيتد. هون طلعوا كيف سودا وغامقة، فاذا هي مايلينيتد. اتاكد انه لسه بسجل. يس الصوت طالع، تمام، اوكي. نكمل. اوكي هسا هاي هذا نمسح نستغل الوقت، تمام. هسا هون هاي الايمج بتورجينا عن مايلينيتد اكسون. هاي الصورة بحكينا انها بتورجينا خلية مايلينيتد. طيب وزي ما احنا شايفين انه بتكون مكون من اكثر من خلية، اللي بيثبت لنا انه هي مكون من اكثر من خلية هي كل خلية منفصلة اللي هي سيجمنتد، منفصلة او متقطعة، وكل خلية مكونة من النيوكليا من نيوكليس اللي هي فكل خلية لها النيوكليس الخاصة فيها. طيب هون بحكي لي، طيب انا كيف اميز انه هذا النيورون هو عبارة عن موجود بالبريفرال ولا بالسنترال؟ كيف يعني بتحكي بلقيس؟ انا كيف بعرف انه هذا الاشي اللي مغلف الاكسون هو عبارة عن مايلين شيث ولا اليكودندروسايت؟ ايش الاليجودندروسايت تذكرنا فيها؟ هي هون الاليجودندروسايت مش حكينا بيطلع منها بروسيسز بتمسك الاكسون بهذه الطريقة. فاذا انا كيف اميز انه هدول الاشياء اللي ماسك فيهم عبارة عن هم عبارة عن البروسيس تبعون الاليجودندروسايت ولا المايلين شيث؟ هسه بحكي لكم كيف اميز. اهم شيء أسا أنا إذا شفت السيلز عبارة عن سيجمنتد يعني متقطعة منفصلة، وكل خلية إلها نواتها لحالها، فهي عبارة عن شوان سيل، تمام. وين موجودة؟ موجودة only بالبريفرال نيرفس سيستم. طيب أنا إذا كانت هي عبارة عن الأوليغودندروسايت فما بتكون من نواة، فما بيكون في نواة، تمام. لو حتى كان سيجمنتد ما بكون فيه نواة. ليش؟ لأنه هو عبارة عن زي ما نحكي أقدام، مش إنه النواة بتكون فوق. هي هون نواة بتكون فوق، ما بتكون عند البروسيسز، تمام. فهاي هي أهم طريقة لحتى أميز ما بين إنه هو بالبريفرال ولا بالسنترال. لأنه حكينا الأوليغودندروسايت هي عبارة عن جلايل سيل، والجلايل سيل وين موجودين؟ بس موجودين بس بالسنترال نيرفس سيستم. بس هذا هو كل الحكي. طيب هسا نروح له اللي هو السينابس اللي هي منطقة انتقال السيال العصبي. طيب اوكي هسا ايش السينابس؟ السينابس هي عبارة عن منطقة كوميونيكيشن، منطقة اتصال ما بين الاكسون من النيورون، الاكسون اوف النيورون، مش حكينا الاكسون و بنسميه الافيرنت يس اللي بيطلع السيال العصبي، والدندرايت هي عبارة عن الافيرنت اللي هي اللي بتستقبل السيال العصبي. فالسينابس هي منطقة التقاء الاكسون مع الدندرايت من نيورون لنيورون تاني. طيب هسا ايش الاشي اللي مهم كتير نعرفه؟ انه هسا المنطقة الاكسون بيكون هيك، وبالنهاية بتوسع شوي، بعمل هيك زي منطقة الدلتا، منطقة مثلثة الشكل، بعدين بيجي هيك زي مدور صغير. طيب هسا هاي بنسميها سينابتيك نوب او سينابتيك بوتوم او اكسون تيرمينال. هاي هي تمام، سينابتيك نوب، سينابتيك بوتوم او اكسون تيرمينال. طيب هي عبارة عن dilated part of the axon اللي هي المنطقة المتوسعة من الأكسون، وهذه هون last part of the axon المنطقة الجزء الأخير من الأكسون. طيب هسه إيش مكونات نحكي عن synaptic knob أو synaptic bottom أو axon terminal؟ إيش مكوناته؟ أول إشي المكون الأساسي فيه اللي هو في عنا
الفيزيكال. ايش هي الفيزيكال؟ هي عبارة عن زي اكياس صغيرة، اكياس او كرات بيكون فيها النيورو ترانسميترز اللي هي السيالات العصبية. مهم نعرف ان السيالات العصبية وين بيتم تكوينها، مش في السيناتيك نوت، لا بالسيل بادي. بتكونها السيل بادي النيورو ترانسميتر، بعدين بتنتقل ل السيناتيك نوب. طيب هاي النيورو ترانسميتر بالغالب بتكون أسيتيل كولين، خصوصا إذا كانت بالبريفرال نيرفس سيستم. إذا كانت بالبريفرال نيرفس سيستم أكثر إشي بيكون هو أو أغلب النيورو ترانسميترز هي عبارة عن أسيتيل كولين، وحكينا إن اللي بكونها السيل بادي مش النوب نفسها. طيب برضو غير انها بتحتوي على الفيزيكال، في عنا ميتوكوندريا. ليش في عنا ميتوكوندريا؟ لانه حكينا الفيزيكال بتتكون او النيورو ترانسميتر بتتكون في السيل بودي، فبدها تنتقل للنوب، فبحاجة لحتى تتحرك وبحاجة لانرجي. هاي الانرجي مين اللي بتكون اللي هيها؟ اكيد مصنع الطاقة في الجسم الميتوكوندريا. الميتوكوندريا او بمقولة اخرى اضعب الميتوكوندريا. اوكي، واخر اشي في عنا اللي هي الميكروتوبولز. اي خلية اخذته بالبيولوجي انه الهيكل العام للخلية اللي هو عبارة عن الميكروتوبولز والميكروفيلمنت والى اخره، اللي هي زي كيف مثل الهيكل العظمي لجسمنا، الهيكل العظمي لا او مش الهيكل العظمي او الهيكل البنائي لا للخلية اللي هي عبارة عن الميكروتوبولز اللي بعطيها شكلها والى اخره. وبرضه من وظائفه اللي هو انه ينقل الفيزيكال من السيل بادي الى سينابتيك نوب. بس هذا كله عن السينابس. اخر اشي اللي بدنا نحكي عن اللي هو بيريفيرال نيرف. البيريفيرال نيرف مكونه من طبقات من الكونكتيف تيشو، بدنا نتعرف عليهم كل طبقه بتحيط بايش. اول اشي بدنا نعرف مصطلح اللي هو بنسميه نمشي هون. اوكي، اول اشي بدنا نعرف مصطلح أول إشي بدنا نعرف إنه الأكسون في أي عصب بيكون مرتب على شكل بندلز، تمام؟ هاي البندل بنسميها physical، تمام؟ إن هون هاي هذا النيرف، تمام؟ بيكون من ال أو الأكسون، هذا هو الأكسون لأي عصب، بيكون من بندلز. هذول عبارة عن إيش؟ ما عبارة عن بندلز. هذول عبارة عن إيش؟ بندلز. البندلز هذول إيش بنسميهم؟ بنسميهم فيسيكلز. إيش بنسميهم؟ فيسيكلز. طيب هسه نبلش بطبقات الكونكتيف تيشيو. أول إشي والطبقة اللي بتحيط بالنيرف كامل، بالعصب كامل، إيش اسمها؟ إبينيورون. إبينيورون بتحيط بالنيرف، the whole nerve. طيب اللي بتحيط بالفيزيكال نفسها، الفيزيكال الوحدة فيزيكيلاية، هذه ايش اسمها؟ اسمها بيرينيورون. واللي بتحيط بالاكسون السنجل اكسون اندو نيورون. طيب الاندو نيورون ميزتها انها رقيقة، تمام؟ وبرضو بحكي لي انه الاكسون يعني كثير مهم نعرف انه الاكسون صار انه في اشياء بحيطوا المايلين شيث والإندونيوروم. أول شيء مايلين شيث، بعدين بيجي الإندونيوروم بغلفها كامل كامل. طيب يعني الأكسون أول شيء بيحيطه مايلين شيث، بعدين إيش بيجي بيحيطه؟ إندونيوروم. بعد هيك الأكسونات كاملة مغلفة مع بعض هيك كمشة مع بعض بيحيطها اللي هي بنسميها فيزيكال، إيش بيحيطها؟ بيرينيوروم. الأس كامل النيرف كامل إيش بيحيطه؟ إبي نيوروم. هون بالأخير الدكتور معطيكم mind maps كلها عبارة عن تكرار اللي حكيناه، فكثير مهمة مثلا انه انتو بعد ما تخلصوا الدراسة اللي فوق تراجعوا عن طريق انه mind maps تمروا عليهم سريعا لحتى تثبتوا معلوماتكم. بس هون في معلومة صغيرة انا حابب احكي لكم اياها لانه هون ما انذكرت، اللي هو نحكي عن classifications of neurons. classification للنيورونز، في عنا أنواع للنيورونز، في عنا السنسوري، في عنا الموتور، في عنا الانترنيورونز. إيش هو السنسوري؟ السنسوري اللي هي الحسية، الأعصاب الحسية، والموتور الحركية، والانترنيورونز ما بينهما. كيف يعني؟ مثلا أنا مسكت إشي ساخن، تمام؟ مسكت إشي ساخن، الجلد إيش بسوي؟ السكن بنقل سيال عصبي من السكن للبرين. هذول إيش بنسميهم؟ سنسوري نيورونز. طيب
بعد هيك البرين بيعمل تحليل انه هذا الاشي ساخن، لازم انا احرك ايدي، بنقل سيال عصبي لوين؟ للموتر، الاشياء الموتر اللي هي زي العضلات، المسلز، السكيلتون نفسها، انه بعد ايدك. فالسنسوري السنسوري اللي هو من اي سنسوري اورجان زي الاي، اير، النوز، السكين، لا البرين، والموتور من البرين لا المسلز، السكيلتون او whatever. في لنا الانتر نيورون اللي هما بينهما، اللي هو الاشياء اللي بين السنسوري والموتور، الاشياء الثانية اللي بتنقل بينهم. طبعا الاشياء اللي باقي هذول برضو ماين مابس، وهون مقارنات لطيفة، هاي راح تاخدوها بالجزئية الثانية اكثر، مش هون مكانها. وهون كمان هاي هسه حكيناها، هذول باقي كلهم مقارنات جميلة لطيفة. بس هذه هي هيك نهاية الجزء الأول من محاضرة 8 part 1 اللي هي بين 1 basics of the nervous system. محاضرة سهلة كتير، ما بدها اشي بس بدها تكرار. good luck صراحة. اتذكروا دائما انه يعني مهم انه ما تكرر الغلطة اللي صارت معكم بالمد، انتم يعني مش مطالبين انكم تتوسعوا اكثر من اللي تاخدوا بالسلايدز والتفريغ، يعني الا اشياء بسيطة واحنا بنذكرها بالشرح. حاولوا انه يعني ما تتوسعوا كثير، يعني اذا بتتوسعوا يعني حصير في مثلا راح مثلا يعني راح تنعجقوا بالاخير، راح تصيروا انه انتو مش ملحقين لا مادتكم ولا المادة المتوسعينة. فاتقنوا المادة اللي عندكم، بعدين اذا ظل عندكم وقت فيكم تتوسعوا شوية هيك في الكتاب، مثلا تقرأوا بعض المواضيع. اما اي اشي ثاني يعني انتو يعني الامانة مش مطالبين فيه، وبالعادة الفاينل بيجي اسهل من المد، فما تتوتروا ودرسوا منيح وما تعجبوا حالكم بمصادر كثيرة، حاولوا مصادركم تكون يعني ثابتة وواضحة ومضمونة. وبس good luck everyone، والسلام عليكم ورحمة الله.